الشباب طاقة محركة خلاقة. ليس هذا الكتاب الأصلي، كتاب مصور عن الأصلي، لأنه يبدو نفذ الكتاب من قديم. فسنة 71 أجري هذا، سنة 68 و69 إلى 70 أجري هذا، وقت اللي حرقوا لنا طياراتنا في بيروت الإسرائيليون، أضرب الطلاب وأضربت الجامعات، وصرت بين هؤلاء الطلاب، أحب أن أستفيد من الوقت، والوقت مال الله، وحرام أن نعبث بمال الله. فأعطيتهم هيك سؤال: كيف تتصورون الإنسان الذي ينقذ أمتنا؟ وبدأوا يكتبوا تصورات، فجمعناها وبوبناها هكذا. عندما رقدت الأحوال وصار يمكن المشي إلى الجامعة، جئنا معا أيضا بمهرجان شباب، مهرجان الشباب الأول اسمه. تعرفوا أنه أنا صاحب أصدقائي الشباب من البداية. مهرجان الشباب الأول أجريناه في الكونيسكو مع 5 رؤساء الجامعات: الدكتور عبد الدائر، والأب صفار صقر، والدكتور قيصر نصر، والدكتور حسن الساعاتي، ومندوب عن الجامعة الأمريكية، ومحامية كانت تنقل لنا الأسئلة، والعقل الفقير أنتم تديروا النكهة. الموضوع: كيف نجعل الروحية الأبوية؟ طبعا احنا أخذنا نص من كتاب نهي البلاغة الذي يوصي الإمام علي نهد بكيفية كيف يتخلى عن الأمور السهيفة، ويعتني فقط بأهم الأمور، بالأمور الجيدة. وقلنا إنها الروح الأبوية: وجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني. هذه أبوة، ما إيه؟ ثم يقول أنه قرأ الثقافات كأنه مع أول الدنيا إلى آخرها، واستخلص له من كل شيء جميلة، وقدمه له بصورة هذه الوصية. السؤال كان: كيف يمكن أن نتنقل ثقافة العالم، ثقافة العروبة، كيف يمكن أن نتنقلها ونستفيد منها في لبنان وفي الأمة العربية وفي الإنسانية كلها وفي الأسر وفي المدارس؟ إذن الحقول الخمسة، كل رئيس جامعة كان يفكر أنه أنت تقول لنا دور الحكمة الأبوية، هذه حكمة الاصطفاء أجمل شيء، تعلم أبنائك ما هو الأهم، ما هو الأجمل في البيت. أنت تعلم، رئيس جامعة يعني، تعلم أبنائك في المدارس كيف نعلم المدارس أجمل شيء وأهم شيء. الآخر رئيس جامعة أخرى، أنت تقول لنا كرئيس جامعة لبنانية كيف نطبق هذا الأهم والأجمل على جامعة لبنان أو جامعة لبنان. أنت رئيس الجامعة العربية، كيف تطبق على جامعات العرب، على الأمة العربية هذا الأهم. وأنت رئيس الجامعة اليسوعية، كيف تطبق إنسانيا في عالم المسيحية، كيف تطبق هذا الأهم. هذا كل الحكي الآن فتح علينا من قولنا نهج منهجهم، نهج منهجهم. إذن النهج يختلف عن المنهج، بمعنى أن المنهج هو الصراط المستقيم، والنهج هو الكيفية التي نسعى وفقها على هذا المنهج. كيفية أو أسلوبية يطبق فيها فترة المناهج تطبق. أنا مثلا ممكن أخذ أنا وياك كتاب ونعلمه بالجامعة، بس أنا بكيفيتي أكون على نهج. ولذلك قالوا إن نهج البلاغة، نحن انطلقنا من نهج البلاغة، إن نهج البلاغة علم البلاغاء كيفيات تطبيق المنهج. فإذا نهج المناهج هو نهج البلاغة الذي أخذنا منه ما هو الأهم. هلا والله مين الأهم؟ إن يعطيكم بيت في أبو رمانة وتروحوا بعده لجهنم، ولا أعطيكم سعيا شريفا تعيشون به كفافكم ثم تعيشون في جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين؟ عظيم.
إذن أنتم كلكم مع الطفل العظيم الذي تكلم من المهد السيد المسيح عليه السلام، كان يقول: ما جدوى أن نربح العالم ونخسر أنفسنا. فإذا أم اللغات عروبة نهج منهجهم. بعلمكم سر، إذا كان واحد منكم في غاية الاضطراب يفتح القاموس، أي قاموس، ويقرأ مادة من مواد القاموس كما هي فقط، ما بده شيء، يفتح حالنا بيطلع له، طلعت له كلمة عرب يقرأها لكلمة عرب من أولها إلى آخرها، طلعت له كلمة مرض يقرأ كلمة مرض من أولها إلى آخرها، لم يفتها من قراءة المادة حتى يزول اضطرابه. تقولون كيف؟ مو عجيبة؟ لا، مو عجيبة، لأني شببتها مئات المرات، وفي كل مرة غالبا أكتب قصيدة بعد ذلك، يعني تعطيني شعر، تعطيني حكاية، تعطيني عنوان محاضرة، لأن هالمادة اللغوية كالمكواة تماما. كل التطاعيش، كل التعاريش التي تكون في نفسك مشوشة وتعتقد أنه لا حل لها، تجد في قضايا ثابتة، قضايا حقيقية لا ريب فيها، وهي هذه المادة. في كتاب بالفرنسي اسمه فن التفكير لأرنست دومينيه بيقول: اثنين بيحسوا حالا متفوقين دائما على العالم، واحد اللي بيفيق بكير وبيشوف نجمة الصبح وبيشوف احمرار الشروق، كيف العالم، كيف الكون يولد، حس حاله منتشي كأنه شهد ولادة العالم، رأى شروق الشمس. والثاني الذي يضبط قواعد النحو، الذي يضبط قواعد النحو يعرف متى يرفع، متى يجر، متى ينصب، كمان هذا واثق بنفسه، يعني تصير ما بيغلط. فإذا اليقظة المبكرة والنحو يعلمان، ولذلك هذا الكتاب قصة القواعد، شايفين كتاب أولاد صغارنا هيك؟ ما أنا أولاد صغار في المدرسة، مشان حتى ليق بحضرات الشبيبة عملت كتاب، طبعا مو كتاب لي هيدا، كتاب لإحدى بناتي مزينته ومرتبته، وبعدين لما شفته مزين بالجامعة أخذته من تعطيني هذا الكتاب، وفي الكتاب ليس عليه شيء وزينيه بطريقتك، قصة القواعد، هذا كل اللغة العربية نحوها وصرفها بأسلوب قصصي، كان يلتقي أمل وجهات عند شروق الشمس على رأس جبل ويطرحان قضية. وبعد طورت هذا ب 53 شهر، كنت في دمشق، كل أسبوع كان يقولوا حلقة اسمها اللغة والحياة، كانت بالأول طويلة حوالي ساعة، ثم اختصرت إلى نصف ساعة، ثم أنا سافرت في سنة 80، وبعدين صاروا أساتذة آخرون يقولون البرنامج بصيغ مختلفة. إذا تعلم اللغة العربية مع الشروق يمنحنا السعادتين، سعادة الحيوية الجسدية وسعادة الطب اللغة. إذا أم اللغات عروبة نهجو منهجهم، ليس الصراط طريقا وفق أعوجهم. قل لي فلان هيك عم يحكي، يا أخي يحكي اللغة هيك تقول، بس يا أخي هذا رجل عظيم كيف هذا عظيم عظيم، بس القاموس هيك عم يحكي، قواعد النحو هيك عم يحكي. إذا معناها القياس ليس الناس، القياس هذه اللغة، هذه الأم، أم اللغات العروبة، نهج المناهج هي القياس، هي الصراط المستقيم، وبعدين نقيس الناس عليها. ما عاد أحد شيء حلو، يعني رح نفتح، أنتوا شو عملتوا؟ كل واحد منكم يعني أنا بستفيد من العيون، بسميها بحيرات، قلنا إنه ألفنا هذا الكتاب ب10,000 عين، هلا بعيونكم شو لازم واحد يقلب؟ بس بكفي اني اختصر معكم وعي الرباعيه.